قد سأبدأ معك من المعلومات المتوفرة حول ما يصادفه ويناله الفلسطينيون السجناء في سجون الاحتلال من أطر للتعذيب مختلفة ومتنوعة. سيدتي ضعيني في هذه التفصيلة قبل الخوض فيما جرى في سد تيمان. مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني لو أخذنا ما عرض على قناتكم من اعتداءات قامت بها مجموعات من الإسرائيليين باقتحام سدي تيمان ومحاولة الدخول غصبا عن الجنود الذين يمنعونهم. هذا حدث أمام الكاميرات، وكان هناك اعتداء على مصورين كما تم الحديث عنهم، مصورين من القناة الإسرائيلية. والسؤال، إذا هذا كان يحدث أمام الكاميرات فما الذي يحدث خلفها؟ بين اليهود أنفسهم. صحيح. بين الإسرائيليين أنفسهم، فماذا يحدث حين لا تكون هناك لا كاميرات ولا رقابة؟ نحن نعرف أن سدي تيمان لا يخضع لأي رقابة خارجية. القانون الذي قامت فيه إسرائيل مع بداية الحرب سمح لهم الإمكانية بما نسميه الإخفاء القسري، اعتقال شخص بدون أمر محكمة لمدة 45 يوم، اعتقال هذا الشخص وعدم إحضاره أمام قاضي لمدة 75 يوم، ومنعه من لقاء محامي لمدة 180 يوم. خلال هذه الفترة تقوم يعني السلطات بكافة الممارسات دون أي رادع، دون أي رقيب، حيث تم منع الصليب الأحمر أو أي رقابة خارجية من الدخول إلى هذه السجون. وبدأنا عملياً كمحامين ومحاميات نسمع الشهادات المباشرة من الأسر حينما أتيحت لنا إمكانية زيارتهم، وحدث ذلك فقط في شهر نيسان، حيث كان هناك تعديل إضافي في القانون أتاح للمحامين زيارة معتقلين ممن مر على اعتقالهم 3 أشهر، وبدأنا نسمع الفضائع والشهادات المباشرة عن التنكيل. طيب سيدتي، أتساءل منذ ساعات، هل ما نطلعه الآن للجنود 9، وفي بعض المذكرات كتبت 10 من أعدادهم، هل هذا هو من بوابة التوقيف أو الاعتقال، أو ربما هذه مسرحية؟ يعني كذلك صورة أخرى سيدتي، أنه لأول مرة أعتقد أنه نرى متطرفين يقتحمون سجن إسرائيلي يلقب بالإكس، أي بالمجهول، أي لا عين ترى ما الذي يحدث في داخله. سيدتي أعرج معك على هذه التفصيلة، ربما جديدة حتى على الداخل الإسرائيلي، وهل بإغلاقها يعني المطالبات بإغلاق سد تيمان أو أي مما يطلق عليه بعلامة الإكس المجهول، سجن مجهول، تنهي حالات التعذيب برأيك، أو هذه مطالبات كاذبة؟ يعني نفكك السؤال ثلاثة. صحيح. نبدأ بمن اقتحموا المكان. من اقتحموا المكان ادعوا أن بما معناه أن السلطات تخطت الخط الأحمر. الخط الأحمر بالنسبة لهم هم الجنود. الجنود شيء مقدس لا يمكن المس به، وبالتالي مهما قام أو مهما فعل هذول الجنود فهم محميون، ممنوع أن تقوم الدولة بالمس بهم. وهنا يعني كان تخطي بالنسبة لهم للخط الأحمر. السؤال الآخر، ماذا يحدث؟ لماذا يعني ممكن أن نسأل لماذا الآن؟ لماذا هذا التحقيق الآن؟ وهل هو تحقيق؟ إن كان تحقيق هو تحقيق أو توقيف أو اعتقال. صحيح. ما يعني ما صرحوا به بالبداية أن الحديث، وحتى يعني صرحوا به لتهدئة الشارع الإسرائيلي، أن الحديث عن توقيف حالياً، وهناك فرق بين توقيف وبين تحقيق. تحقيق يدعي أن هناك تهمة وأن الشخص يعني يتم استدعائه بناءً على تهمة ما. بناءً على تهمة. طيب التوقيف، لكن ما صرحت به السلطات أنه اهدأوا، نحن نفحص الأمور، تم توقيفهم، وبالتالي من غير الأكيد أن يستمر هذا التحقيق أو الاعتقال. أنا أقتبس جملة استعملها قائد
الأركان هيرتسي ليفي ليفسر ما يحدث. هو قال لموقع واينت: التحقيق يحمي الجنود، والسؤال يحميهم من ماذا؟ وهذا برأيي هو غالبية الإجابة على لماذا يحدث الآن. الخوف، خوف السلطات الإسرائيلية هو من محكمة الجنايات الدولية، هو من تقديم لوائح اتهام وأوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار، كما يعني هناك الحديث عن جالانت ونتنياهو، وأيضا ضد جنود يقومون بممارسة التعذيب بتهمة جريمة حرب. فبالتالي حين تقوم السلطات الإسرائيلية بنفسها بإجراء التحقيق، هي عمليا صحيح أنها تحميهم. هي تقول للمؤسسات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية: نحن لدينا سياسة ولدينا قانون ونطبق القانون ونقوم بالتحقيق بأنفسنا. طيب، لكن السؤال الأهم: إلى ماذا يفضي؟ إلى ماذا يفضي هذا التحقيق؟ إذا ما علمنا وعرفنا التدقيق الصحيح، إذا كان توقيفا أو اعتقال، ربما نتلمس القادم في هذا الملف. لكن على عجالة، لأنه رفاهية الوقت ليست معي صراحة، هل بإغلاق هذا الإكس أو هذا النوع من السجون ينتهي التعذيب يا سيدتي أو لا؟ هذه مطالبات واهية. يعني التعذيب غير مرتبط بالمكان، التعذيب مرتبط بالسياسة. هناك سياسة موجهة يستقي منها الجنود، ويعني كلما استمر هذا الوضع حيث لا رادع وحيث هناك إشارة وضوء أخضر لممارسة التعذيب، يعني كنا كمحاميات ومحامين شاهدين وسمعنا تفاصيل تعذيب. يمكن القول اليوم أن ما كنا نعرفه بمعنى تعريف التعذيب يشكل الحد الأدنى لما يحدث اليوم. هناك تكثيف بأساليب وأشكال التعذيب، وللأسف التخوف، يعني تخوفي هو أن تقوم الدولة بإجراءات، حتى لو فتحت تحقيق، حتى لو لم يكن فقط توقيف، بإمكانها أن تفتح تحقيق وتنهيه في النهاية وتغلق الملف بحجج مختلفة، لا يوجد أدلة كافية، المجرم غير معروف وما إلى ذلك. ونحن نشهد هذا الأمر في ملفات أخرى. صحيح. يعني هناك شكاوي على سبيل المثال ضد محققي الشباك الأمن، هناك 1500 شكوى قدمت من اللجنة لمناهضة التعذيب ضد محققي الشباك، 1500 شكوى لم تقدم بمقابلها أي لائحة اتهام ضد محقق. كما نقول دوما يا سيدة جنان، تمخض الجبل إن كان جبلا أصلا وولد فأرا بنهاية المطاف. جنان عبدو، المحامية المتخصصة في قضايا وملفات التعذيب، شرفتنا للغاية من الناصرة على شاشة البرنامج.